الأخ سوداني مقيم بالرياض يقول: ما حكم قراءة الفاتحة وسورة ياسين عند قيامنا بدفن الميت في المقبرة؟ هذا بدعة ولا أصل له ولا دليل عليه. الذي يعمل عند دفن الميت أنه بعد إتمام الدفن يقفون على قبره ويسألون له ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين، فيسألون الله له التثبيت عند السؤال. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.